يقول يفسد الحج، وفما امور يترتب عليها هدي، يترتب عليها شنو؟ الهدي. الهدي اللي هو اما ذبح شاة يعني هناك طبعا في مكه يعني، والا في الميناء، والا صيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعت. ثم يلي ذلك بعض الامور اللي تترتب عليها الفديه، نقول فدية ونقول يعني فدية عامة، اللي هي ثلاثة أمور بالخيار. فمن كان منكم به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام ياما صيام ثلاثة أيام سواء كانت هناك ولا هنا، نحكيه على الفدية، بلاش نحكيه على الهدي. الهدي لازم تكون في حج، وإلا أطعم ستة مساكين، والا ذبح شاة. كيف ذبح الشاة ولا اطعام المساكين ينجم يكون هناك كما ينجم يكون في بلاده. وفما امور تترتب عليها حفله من طعام، اللي هي يعني حاجه خفيفه برشا. احنا خلينا نشوفوا يعني كما نقولوا بالتفصيل شنو هي الامور التي يمنع منها الحاج، اللي يسميه العلماء محرمات الاحرام. الانسان يبدا متلبس بنسك، شنو الحوايج اللي يمنع منها وتحرم عليه، ونشوفوا اتباعا شنو حكم كل واحده فيهم. بالنسبه للرجل، لبس المخيط من الثياب او المحيط، حاجه يعني مخيطه والا دائره، الا ما اجازته لذلك الشريعه او اضطر لذلك في بعض الضرورات ليس جميعها. مثلا يعني في المحيط كل الحزام هذاك اللي يستعملوه يحط فيه النفق نتاعو في الاوراق المهمه. جوي ان شاء يستعملوا حاجه وحويجه. الحاجه شنو هي؟ انه باش يحط فيه اوراق ولا الحوايج اللازمه. والحوايج شنو هو؟ يتحزم من الاول بالازار وبعد يربطوا من فوق بالسفله. اش ولا الحزام؟ حاجه برك ولا حاجه وحويجه؟ حاجه وحويجه. وليت انت انتفعت بك الشيء هذاك اللي انت استعملته مش للضروره هذيك. وليت تسديت به الحزام، لا الحزام تعلم كيفاش تربطه مليح وكهو. وتحمل مسؤوليتك في المساله هذيك. يولي الانسان اللي ربط السته راهو فوق الازار عليه فديه.
خلاص بده يطعم 6 مساكين والا يعني يصوم 3 ايام الى اخره. ده توجيه الكلام عليه. يربطه ويربط فوق الازار، واللي يبدا فوق الازار يعني فوق الحم هذاك يولي معليش يعني حتى شيء. فما حوايج مضطر ليه كما تو الحجاج الكرام قلت لهم مشيو يلبسوه ماك الواحد هذيك هكا البراسلي هذيك عرفتي صح هذيك زاد ما فيها حتى شيء. عنده ساعة يد تولي فيها فدي واضح ولا هاو اقربكم الكلام يعني من لفظه باش خطر رينا في بعض الكتب وبعض النسخ كتبوا انه حتى تلبسها فوق الازار ما فيها حتى شيء. فاحنا هذه من باب الامال العلميه باش الناس تبدا امورها واضحه. قال هذه من الامور المحرمه لبس الذكري يعني الرجل وان كان يعني ولدا صغيرا فتجري عليه احكام الرجال في الحج والعمره. محيطا ببدنه او باي عضو سواء كان محيطا بنسيج او خياطه او عقد ازرار او خلال او حزام ولو كان المحيط خاتما او ساعه يد. حتى الرجل اللي عنده يعني خاتم ينحي المراه ماذون لها مش نحكيو على المراه بعد واحد. واذا القى المحرم هذه مساله اخرى ما القاش ثوب يعني ازاري نجم القميص هذاك يعني يتحزم به. بعض الخيام يسال هكا بشكل يبدا ساعات فيه هكا العطفه ما هذيك ما فيهاش حتى حرج. فهمت؟ باهي. اش قال؟ عن ابن عمر رضي الله عنه ايوه. وإذا ألقى المحرم قميصا على كتفيه أو لف به وسطه أو تلفع ببردة مرقعة أو ذات فلقتين بلا ربط ولا خرز فلا شيء عليه. به حديث سيدنا عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحدا لا يجدن عليني أو لا يجد عليني فليلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين. وتوجيه الكلام على الشلاكة والصندال إلى آخره. ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس. الحديث موجود في موطأ الإمام مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما. به. قال بالنسبة لل نزيد نوصل لحكاية الأحزان. كيفاش وقت الفتن؟ ها؟ والله كي شهر لا على ذكر اللي يجي يحط فيها يعني النفقة نتاعو إلى آخره. توجيه إن شاء الله معنا. بالنسبة للنعلين بالنسبة للنعلين يعني الشلاكة العادية هذيك يجوز مش يدخل فيها رجله، لكن الصندال كي تبدا فيه كل واحده من تالي هذيك الدائره هذيك تولي فيها الفديه. يعني اما الشراكه راهي ما فيهاش شروط، ثم بعض الخيان يقول الشراكه لازم ما تبداش مخيطه ولا كذا، لا. النعال ما فيهاش حتى حرج سواء بالحياصه ولا مصبوبه صبان، لكن الصندال كما اللي نعرفوها احنا علاش؟ لانك طرفك لما قدام هذيك لابد منها باش الرجل يعني باش تلصق الشلاكه في الرجل تدخل فيها. وكل الست كنا مش تدور على الكعب بعد كما الصندير هذيك مش تزيد تثبت الشلاكه مش يولي فيها نوع من الترف. هذاك علاش وقت اللي يبدا يأدي في المناسك يلبس الشلاكه لكن ما يلبسش الصندير. حتى عنده صندير لكن الست الدائره هذيك ما يربطهاش يخليها يعني مسكره ويحطها يعني تحت رجله. هذا تو فيما يتعلق بالرجل. بالانثى قال لبس الانثى محيطا بكفها او اصابعها الا الخاتم فيغتفر لها دون الرجل. المراه طبعا تلبس ما تشاء من الثياب لكن طبعا تمنع من مما تكون فيه الزينه. قديش تلبس المبرطش والمزين
البساور مثلا في اليدين ولا في الكعبين لا مأذون لها في الخاطر البلاط زاد تاع الغام الاخير هذيك جائزه ما فيها حتى شيء. ثم قضيه اخرى بالنسبه للمراه هي قضيه ستر الوجه، وقد اشتهر المقوله اللي ما حكيناش فيها مثلا هذه موجود حديث سيد عبد الله بن عمر يقول فيه لا ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازات، الحديث موجود في البخاري، وهذا يعني ما يفسر اشتهار قولة إحرام المرأة في وجهها وكفيها، يعني حسب ظن أن المرأة لا يجوز لها أن تغطي وجهها أثناء أداء المناسك، لكن يقابل هذا موجود رواية أخرى مذكورة يعني في الموطأ تقول فيها السيدة فاطمة بنت المنذر قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. والسيدة أسماء وما أدراك ما السيدة أسماء، أخت السيدة عائشة بنت الصديق زوجة الزبير بن العوام ولد عبد الله بن الزبير، فهي كذلك من الصحابيات الفقيهات. فلو كان تخمير وتغطية الوجه يعني فيه مخالفة لذكرت لهن ذلك. فش يقول الراوي هنا قال فإنهم كانوا لا يفعلون ذلك لحر أو لبرد، يعني العلماء قالوا مسألة تغطية المرأة وجهها في المناسك يرتبط أساسا بأمرين، الأمر الأول وانه المنع علته هو يعني اتقاء الحر ولا اتقاء البرد، يعني والا حصولك الترف هذاك، يعني عندها غرض مش تحصل راحه من جره تغطيه الوجه. اذا كان امراه هي في حياتها كامله ديما مغطيه وجهها، تبدا امراه معروفه كيما عندنا نسيل كبار ديما تخرج مغطيه وجهها ما تكشفش برا، ولا في بعض الاخوات تبدا ديما تلبس النقاب هذه حتى كان مشاها تعمل حج ولا عمره ووجهها مغطي، فهل ذلك يعني مظنه الترف؟ لا، هي في حياتها كامله يعني بك الهيئه هذيك، فهذه تؤدي المناسك نتاعها بك الهيئه هذيك ولا شيء عليه. اما اذا كان هي في سائر حياتها وجهها مش مغطي، يعني تكشف الوجه والكفين عادي، تجي في مناسك الحج تولي تحب تغطي وجهها. هذا يولي مظنة الترف ولا مظنة يعني تحصيل غرض غير المسألة الأولى، فهذه اللي كان غطات في الحالة هذه تولي شنو؟ تولي عليها فدية. فما حالة احنا مثلا فصلناها حالة أخيرة يجوز للمرأة أنها تغطي وجهها ولو هي في سائر اللي ما تغطيش، قال إذا كانت فائقة الجمال وخشي من كشفها لوجهها أن يفتتن بها الناس. هي حالات يعني يمكن تكون موجودة، فإذا توني مش يكشف الوجه مش يولي يعني يعمل مشاكل تولي تغطي وجهها، أنا هذا مذكورش. قال ويستثنى من حرمة ستر الوجه خوف الفتنة دي، فلا يحرم ويشترط أن يعني في بعض الظواهر. هذا فيما يتعلق بالمرأة لا تلبس محيطا بكفها أو أصابعها إلى الخاتم، وكذلك يعني تكلمنا على مسألة ستر الوجه. بالنسبة كذلك للرجل يعني يجب عليه أن يغطي رأسه، أن يكشف رأسه من المحرمات في الإحرام أن يغطي رأسه، إلا إذا كان ذلك لضرورة، عنده ضرورة إنسان ولا مش يمرض، يجيش بعض الناس يعني يوصل حتى مش يوصل للمستشفى، هو خاصة الحاج قاعد يجي في طقس يعني حار جدا إلى آخره، يقول في الحالة هذه يغطي رأسه شنو يعمل؟ ويخرج فدية. قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك اللي حكينا عليها في بداية درسنا. كذلك يعني استعمال الدهن الزيوت والزيوت أو الدهن ولكن ما اللي نسميه احنا تو الفازلين الكريمة فيها ريحة طيبة وفيها لا ما فيش، فكلاهما يعني ممنوع أثناء الإحرام، غير انه الانسان اذا استعمل دهنا غير مطيب يعني ما فيش ريحه طيبه كما الفازلين ناتر هذاك ما فيش ريحه واستعمله لضروره هذا لا شيء عليه، اما اذا استعمل الدهن هذاك يعني لضروره وهو فيه الطيب والا استعمله ما فيش طيب لغير ضروره هذوما اللي فينا عليهم الفدية، يعني شنو الجائز انك تستعمله للضروره
وما تكونش فيها ريحه طيبه، وحتى الفازيلا لو عفوا ما لا تبدا فيه ريحه كيف الخوارص ولا فيه كذا، هذاك راه في حاله تكون مش تخرج فيه سواء استعملته لضروره او لغير ضروره. اما الغير المطيب فاذا استعمل للضروره فلا شيء فيه، اذا استعمل لغير ضروره ففيه الفدية. والمساله هذه طبعا يستوي فيها الرجل والمرأة. كذلك يقول العلماء يعني الحناء والكحل، الحناء والكحل هذه من الامور اذا استعملها الانسان لضروره لا شيء عليه. ساعات تبقى عنده مرض ولا مشكله في عينيها يكحل يعني تتضحك الاشكاليه دي، استعمله لضروره بقدر ضروره فلا شيء عليه، استعمل ذلك لغير ضروره ففيه الفدية. نفس الشيء الحناء سواء كان في الشعر ولا في الجلد ولا فما بعض الخيانة تلقاها كالتربيع في الرجلين ولا كذا يستعمل الحنة سبحان الله يشفيها ربي. فولدت عنده اشكالية استعملها لضرورة، هذا معليش حاجة معليش عنده رجل هذيك فيها الجرح قال لي احنا ننزل نكمل الرجل الاخر هاي تفضل ها يولي هنا شنو يعمل؟ تولي عليه الفدية. اه انا قلنا في اي مكان استعملها في لحيته وفي راسه وفي يديه لا هذاك عاد موسى بغى من قبل عاد ولا شنو مش تقول له مش تصب فيها مش يخسرها بالسيليزيك الدليون. هو حتى بين قوسين انسان ميزان ما دخلش في الاحرام مثلا جاي من المدينه المنوره دخل المسجد ميزان ما بداش الاحرام ومش يغتسل ومش يبدل يلبس الاحرام بتاعه وكذا اغتسل ميزان ما بداش في النشور واستعمل عطر ما في حتى شيء. ومن بعد البس البش بتاعه بدا في التلبيه مش نقول له كان طيب هذاك لازم يعني تغسل ولا هذاك استعملك الحنه هذيك قبل هذاك معليش حتى حرج. الزواج والتزويج كذلك هذه من الامور الممنوعه اثناء الاحرام. يعني نتكلم على الزواج والتزويج ولو يعني كتابه ولا حتى مشافهه. ما نحكيوش على الامور اللي تقع بين الزوجين. هو في حج ولا في عمره جاي يتعرف هو ماشي والله هوني جاي الحج هو معي ولدي والله ولدك هذا ياسر اي ايش رايك هون تزوجوه بالبنيه؟ لا يا سيدي رد بالك انت في بصدد اداء مناسك الحج والعمره لا يجوز لك ان تتزوج ولا ان تزوج احدا. بل بعض الفقهاء يعتبر يعني ذلك العقد فاسدا. فما امور اخرى في الوقت شوي التعرض لاشجار الحرم ولحيوانات هذه تنزلوا نكملها في درسنا القادم. هذا والله ورسوله اعلم. نسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمع القول ويتبع احسنه. اللهم تقبل اعمالنا واجعلها خالصه لوجهك الكريم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وانتشارنا من بعد انتشارا مباركا معصوما ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما ولا معذبا بالنار يا عزيز يا غفار. اللهم انصر اخواننا في غزه وفلسطين وعجل لهم بالفرج والعافيه والنصر المبين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.